يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا الكلام لأهل الكتاب وهذا الكتاب القرآن لنا كمان، أنتم لا تغالوا في دينكم. أحيانا أخ يلتزم في المسجد لشدة محبته بالمسجد وبالقرآن وبالالتزام، مرات بيقول لك أنا ما عدي روح الجامعة. ليش ما بدك تروح الجامعة؟ قال خلص أنا بدي ضل هيك، يعني عبادة وذكر وقرآن. لا تغلوا في دينكم، لا تغالي في الدين، كن في مسجدك وكن في جامعتك. أحيانا واحد يقول أنا خلص لن أعمل، بدي بس هيك أتفرغ للقرآن الكريم، أقرأ القرآن الكريم وأدرس القرآن الكريم وأحفظ القرآن الكريم. شو بتعمل أخي؟ ما بعمل شيئا، أنا متفرغ للقرآن الكريم. يخشى أن يكون ممن غالى في دينه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الآيات لأهل الكتاب، لكن كمان نحن مطلوب منا ألا نغالي في ديننا، لا سلوكا ولا اعتقادا. الإسلام يا أخوان يا شباب وسط، دين وسط. شو نعمل؟ نصير معنا مال كتير لما نكون فقراء كتير؟ الإسلام دين وسط، اجتهد واعمل ما استطعت في الحلال، ومهما جمعت من المال فاجمع وأنفقه في سبيل الله، هذا هو الوسط. أما الواحد إذا بيقول أنا ما بدي مصاري، أنا هيك بدي أكون من الزاهدين المقبلين على الله، لا أريد مالا، أنت خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إذا إجا أخ منا وقال أنا ما بدي الدنيا، أنا بس بدي هيك ذكر وعبادة وقرآن وبدي المهم الجنة أخي، أما الدنيا هيك ما بديها، أنا سأتركها لكم. بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تركها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، ولكن يصيب منهما جميعا. إذا شاب بيننا قال أنا أريد أن أترهبن، ما بدي نساء أبدا، خلاص هيك بدي ضلي أنا مع ربي، هذا موقف. في موقف ثاني إنسان يخالط النساء ويفعل كل الموبقات، الإسلام دين وسط، لم يأذن بفعل الموبقات ولم يأذن بالرهبانية، وإنما جعل زواجا شرعيا. مرات إنسان يقول والله نحن شيخنا ما شاء الله، يعني هو إذا أراد شيئا يكون، استغفر الله العظيم، كيف شيخك إذا أراد شيئا يكون؟ الله إذا أراد شيئا يكون، أما شيخك عبد ضعيف مفتقر إلى الله منكسر، ماشي الحال، أنت تحبه، أنت تثني عليه في شيء، الشيخ دعا الله عز وجل فأجابه، غير إن شاء الله، الله الذي أجاب، فالشيخك عبد من العباد. لا تغالي في محبتك، لا تغالي في التزامك. مرات أخت مع آنستها تغالي في محبتها لآنستها، حتى زوجها يطلب إليها طلبا من المباحات، يعني آنستها تقول لا تفعلي، تطيع آنستها وتخالف زوجها، والزوج طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين، فما بالك في الأمور المباحات، فما بالك إذا على الآنسة. لا تغلو، لا تغالي في اتباعك أو في التزامك أو في انضباطك بالشريعة. والمغالاة مجاوزة حد الحق، أن تذهب من الوسط تذهب إلى أقصى اليمين أو تذهب إلى أقصى اليسار، وإن كان العلماء قالوا المغالاة الغلو عكسه التفريط، يعني إما أن يفرط فلا ينضبط بالدين بشيء، وإما أن يتشدد ويغالي فيخرج عن الحق. هذا خرج عن الحق وهذا خرج عن الحق، ودين الإسلام إنما هو دين وسط.